السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. يا رب يا رب، في هذه الليلة المباركة اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا أجمعين. أهلا بيكوا في ليلة 27 رمضان. عند سيدنا عبد الله بن عباس إن ليلة 27 دي هي ليلة القدر. قولوا معايا دلوقت، قولوا بقلوبكم، قولوا وانتم مليانين خشوع وخضوع وخشية، قولوا وانتم قلوبكم مليانة يقين، قولوا وانتم معتمدين على ربنا، قولوا ورايا وقولوا معايا: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كل اللي بيسمعني دلوقت يقول بيقين: يا رب يا رب ارفع الوباء وادفع الداء وانزل الشفاء. قولوا في الليلة دي وإحنا كلنا يقين بإن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا وهيقبل دعائنا وهيستجيب مننا وهيلطف بينا وهيعفو عنا وهينزل رحماته وبركاته وخيراته. أهلا بيكم في ليلة 27، أعيش مع حضراتكم في تلاوة قرآن وذكر أحاديث وشرح آيات قرآن ودعاء وابتهال لرب العالمين إنه يرحمنا ويغفر لنا ويحفظنا كلنا، فهو سبحانه وتعالى الحافظ. بعد الفاصل هنعيش مع بعض أجمل لحظات في أجمل ليالي الدنيا كلها. صدق ربنا القائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بعد الفاصل أقابل حضراتكم ونستمتع وإحنا بنعيش اللحظات الحلوة المباركة. ربنا يتقبل منا ومنكم. خليكم معايا.